انتخابات من شويه قبل ما انت تدي مين اللي هيدير الحوار، فهم انتخبوه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حماد رجع ونسوان لينا الشرف النهارده معانا ثلاث نواب من ابناء مركز الدخله، الحاج حمدي محمد حسن والنائب تامر عبد القادر، الاستاذ محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ واعضاء مجلس الشعب. طبعا الحوار هيكون النهارده على مشكله الابار بتاعت المطار. طبعا بقالهم فتره طويله عندهم مشكله كبيره بتعاني مجلس النواب. عايزين لما تعيدها تاني اعضاء مجلس النواب طبعا موجودين معانا، الحاج حمدي والنائب تامر عبد القادر. الحوار هيكون النهارده هنتطرق لمشكله شباب المطار، مجموعه شباب كبيره خالص واخدين ارض 3 فدان واربعه فدان في طريق المطار، عندهم مشكله كبيره. النائب حمدي عضو مجلس الشعب والنائب تامر عبد القادر والنائب محمد علي اتدخلوا هم الثلاثه فيها، وهنعرف تفاصيل. ومعانا طبعا مجموعه من الشباب موجودين معانا اصحاب المشكله نفسهم، هنعرف من النواب ايه المشكله وصلت لفين وايه الحلول اللي بيقدموها للناس، وهنشوف اراء الشباب برضك هم وصلوا لفين وهل هم مرضيين بالحلول دي ام لا. اتكلم معانا بقى وشوف الوضع ايه اللي تم. اكبرنا سنا سياده النائب. سياده النائب حمد، اتفضل سياده النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تشرفنا بوجود النائب تامر عبد القادر في وسطنا والنائب محمد علي. التقينا في مكتب رئيس مركز وكيل في الدخله الدكتور نبيل حنفي. الدكتور نبيل حنفي تفضل مشكور مع الاجهزه التنفيذيه في مجلس المدينه ومع هندسه كهرباء الدخله. ان احنا خدنا ميعاد على التجمع مع بعض في مجلس مدينه الداخله في مكتب الدكتور نبيل، تشاورنا كثير في كل الامور، في الحلول اللي هي واقع على عاتق الشباب دول. الشباب في طريق المطار متلخصين في 6 ابار، كل بير فيه 66 شاب، واصلين 396 شاب، كله متاثر من عيب خط الكهرباء اللي هو المغذي اللي واصل من المحطه لحد ابار الشباب. فيها عداد على بدايه المغذي، تشاورنا في الامور دي كتير، والاعباء اللي واقعه من القسط الثابت زائد الاستهلاك زائد الفاقد، كل ده وصل ارهاق على الشباب اكتر من قائد. الكون بلور الوضع ده واثنى عليه مع الساده النواب الموقرين استاذ تامر واستاذ محمد علي، وكل واحد شرح وجهه نظره. أنا كنت مقدم مذكرة لوزير الكهرباء بخصوص الوضع لأن عندنا أبار في بير زارع 132 فدان على 185,000، بير زارع 48 فدان عليه 694,900، ما تلاحظ لنا أن الأمور اللي هي غير طبيعية لن يقبلها عاد. لما أبص أنا بتاع 48 فدان ده ألاقيه عداده متلاعب فيه بناء على تغيير هندسه كهرباء الداخل. اللجان اللي شكلها سياده المحافظ على ان هم يعايروا العدادات اسند في تقريرها على ان العداد بتاع بير 8 فيه تلاعب وبير 1 سليم. هل يعقل ان السليم يزرع 138 فدان واستهلاكه 185,000 واللي زارع 48 وعداده فيه تلاعب يبقى زارع 48؟ من الاولى انه يبقى زارع 200. تمام، نرجع النقطه دي وعايزين ما هو ده اللي احنا شرحناه في القعده عشان بتاع الكهرباء يرد. في نقطه قبل النقطه دي استاذنك انا اوضحها، يعني احب اوضحها بس للجميع. طبعا انتوا يا جماعه اهلنا، ويعني اللي بتتعرضوا له من تعوقات واشكاليات في مشروع صغير كان حلم بالنسبه لكم، هو بالنسبه لكم حاجه كبيره. جايز القيادات التنفيذيه تنظر اليه كحاجه صغيره، لكن هو بالنسبه لكم الحلم اللي انتم بتحلموا بيه 3 فدان ولا 4 فدان بالنسبه لكل رجل او كل شاب فيكم هو حلم. فلما تدخلنا كنواب كل نائب مننا كان بيسير في اتجاه، سواء زميلي العزيز واخي النائب محمد علي عبد الغني او الزميل والاخ الاكبر سياده النائب حمدي محمد حسن، كل منا كان يسير في اتجاه في محاوله لحل المشكله. ولما يعني تعثرت الامور وبقالنا شهور المشكله كبيره ووجدنا ان هناك صعوبات لحلها، كان لابد من توحيد الجهود، واحنا اقسمنا
يمين في تحت قبة البرلمان سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن نحافظ على مصالح الشعب. ومن هنا كان لابد من أن احنا نتحد احنا الثلاثة ونوحد جهودنا ونقعد مع بعض أكتر من قعدة، وهذا ما حدث، ونحكي لبعض كل واحد فينا في الغرف المغلقة مع القيادات التنفيذية وصل لإيه، علشان نقدر نحط صورة كاملة قدامنا احنا هنقدر نعمل إيه. وطبعا نظرا لأن المشكلة كانت تفاقمت بشكل كبير وأن العبء على حضراتكم كشباب أصبح لا يحتمل وأن أنتوا غير قادرين أن أنتوا تحلوه، فكان لابد من أن احنا يعني نوصل لحلول وسط نظرا لأن حضراتكم أمام القيادات التنفيذية مش عايزين تسددوا اللي عليكم أو مش عايزين تسددوا المديونات اللي موجودة واللي هي فوق طاقتكم أصلا، فكان لابد من أن احنا نحاول نلاقي ثغرة باب نفتحه عشان نقدر ندخل من خلاله. ووحدنا جهودنا احنا الثلاثة ودخلنا وعملنا اجتماع في مجلس المدينة بعلم سيادة المحافظ وفي حضور كل قيادات مجلس المدينة وقيادات الكهرباء، وسيادة النائب محمد علي برضو يقول كلمة، ونرجع لسيادة النائب حمدي مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للمشكلة أنه مش حزين أكثر عن مال وعمي محمد حمدي وأخي الأكبر سيادة النائب دامر. كان يوم أول أمس التقينا قسم الأفضل الوش الأخيرة بحضور السادة النواب وبعض رؤساء المجموعات في مجلس المدينة الداخلة عند معالي الدكتور نبيل حنفي وحضور سيادة الوزير المحافظ معنا تليفونيا والسيد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء المهندس رفعت شمعة وحضور بعض القيادات اللي موجودة عندنا المهندس ياسر عمر ورجاله أو رفاقه اللي هي موجودين في عدسة الدخلة. وقدرنا أن احنا نحط اللمسات الأخيرة بتفاصيل معينة طرد جماعة الأطراف بحيث أن احنا ما نضغطش على الشباب وما نكلفهمش أكتر منطقتهم، وفي نفس الوقت حقوق الدولة هي تدفع بمساعدة طبعا مع الوزير المحافظ أنه شال جزء كبير من المديونية أن احنا نحط نقط فوق غرفة بمعنى حقوق الدولة هتبقى موجودة. وقالها لفظا سيادة الوزير المحافظ دكتور نبيل بدون أولادي وبدون أبنائي إن أنا على قد ما أقدر أساعدهم بتدخلي عن طريق المحافظة أو عن طريق وصلي مع وزير الكهرباء على إن أنا أقدر أسد جزء كبير من المديونية اللي موجودة، وده اللي أنا أقدر عليه وما علي النائب حمدي يوضح ده. طبعاً إحنا قسمنا المشكلة لجزئين، الجزء الأكبر والأهم هو إن إحنا ننقل الخط للكهرباء، وده الجزء اللي يهمكم وده مهم جداً عشان ترجعوا تتحاسبوا بالتعريفة البسيطة القانونية، والجزء الثاني الصغير ده نحله بعدين، لكن خلينا في الجزء الاكبر. وزميل سياده النائب حمدي هيقول احنا بدانا حله ازاي وتوصلنا لايه بعد ما كانت الكهرباء مصره على انها تاخد 50% من المبلغ تتحملوه حضراتكم علشان تنقل الخط للكهرباء. سياده النائب حمدي هيبدا. احنا توصلنا من خلال مكتب السيد رئيس مركز مدينه الدخله بالتواصل مع المهندس رأفت شمعة رئيس قطاع كهرباء على مستوى جنوب الصعيد، وتواصل معه النائب دامر جابه على التلفون واستسمحه بأنه هو يفتح المايك عشان نبقى حلقة وصل بيننا كلنا ونقول له رأينا. أصر على 50% مع التواصل ومع الجهد المبذول من السيد دامر عبد القادر ووجودنا معاه، تواصلنا في النهاية ل 25%. 25% احنا بنقول ان 25% على الشباب عالية جدا. كان سيادة المحافظ وعد معانا قبل كده بان هو هيشيل القسط السابق، فاستغلينا الفرصة وتواصلنا مع سيادة المحافظ، تواصل معانا اتكلم مع سيادة النائب محمد علي قال ان انا هصرح في 5% بعد منها الكلام تاني من الدكتور نبيل على 10%، لا تواصلنا في النهاية 5% على الشباب. أصرينا احنا كلنا الثلاثة نائب تامر والنائب محمد على ان احنا نحط نقطة النهاية واحنا قاعدين التواصل كله ونكمل الكلام. كان سيادة النائب تامر قال للمهندس رافت بعد اذن حضرتك انا هنتشاور هنرجع لحضرتك. تشاورنا وتكلمنا احنا الثلاثة مع سيادة المحافظ. الجهد المبذول من المحافظ سيادة اللواء محمد سليمان الضمادلوط ما رفضش معانا اي قرار.
بعد ما كان قال 10% لا تراجع وقال قلنا له احنا عرضنا الوضع على الشباب واديناهم اوكي بال 5%، فبالطريقة دي مش هينفع نغير في الكلام تاني، فاحنا عاوزين القسط الثابت وهندفع 5% على اساس ان القسط الثابت احتمال يكفي ال 25% او ينقص عنه في الشباب. قلنا ال 5% هتبقى الوضع بتاعها كويس على الشباب، برضو مع المجهود المبذول من النائب تامر ومن النائب محمد علي مع المهندس رافت، توصلنا القسط من من سنة يبقى على سنتين، وناخد الضمانات للوحدة المحلية لأن هي حلقة الوصل بين الاثنين، ناخد احنا الضمانات على مجالس إدارات المليار دي أو الشركات علينا تبقى ملتزمة بالتسديد المديونية زائد الاستهلاك الزائد، بس هدفنا الأساسي نقل الخط. طبعا وصلنا المحافظ على كتبه طلب، كتبنا الطلب احنا الثلاث نواب مضينا عليه، عدوا مذكرة عرضوها على المحافظ مضى عليها امبارح لهندسة الكهرباء. تمام. ايه الوضع اللي هو مضاه؟ طبعا في الكهرباء طالبين شيك بحق المديونية. المحافظ طبعا اشر على الطلب عشان برضو الزملاء يبقوا عارفين وكل الناس تبقى عارفة ان هو هيخاطب الكهرباء على اساس ان هي تخفض القسط الثابت بالنسبة للوحدة المحلية، وان ما قبلتش فهو ملتزم المحافظ. ده الكلام ده قلت له الكلام ده اللي احنا هنعلنه في النهايه، فسيادتك ما نعلنش شيء ويبقى مش مظبوط. فاجاب قال احنا هنعمل جهودنا ولكن احنا ملزومين في الوحده المحليه. قلت له وانا بالتالي ملزم عن كل شباب الابار في اي تاخير انا اللي هكون ملزم فيه. ابدا سيادتك الاستعداد ده كله وما اثرش اي جهد في التنميه من وضع أبار الشباب. إيه النائب تامر يتفضل برضو يتكلم ونرجع تاني نحاول. شكرا سيادة النائب حمدي. يا جماعة اللي احنا بنحكيه لكم ده اختصار 6 ساعات وثلث بالظبط، اجتماع استمر 6 ساعات وثلث، طبعا جهود مشتركة وضغط مننا احنا الثلاثة عشان نوصل لهذه النتيجة. شركة الكهرباء كانت مصرة على سداد 50% من المبلغ اللي هو 5,400,000 وال50% الأخرى على سنة واحدة بجهود مشتركة مننا احنا الثلاثة وضغط من زميلي سيادة النائب محمد وسيادة النائب حمدي. تمكننا بفضل الله من اقناع رئيس شركة الكهرباء من تخفيض 50% ل 25%، والسنة خليناها سنتين، وطبعا الوحدة المحلية هي الضامن على اساس هي اللي هتدفع وهي اللي هتسدد. وطبعا بجهود مشتركة ايضا سيادة النائب محمد بادر بالاتصال بسيادة المحافظ، وسيادة المحافظ قال 5%، وبعد كده الدكتور نبيل قال لا 10% من الشباب، رجع تدخل سيادة النائب حمدي وضغطنا احنا الثلاثه مره اخرى ونزلناها ل 5%. طبعا لازم نوجه الشكر طبعا لسياده المحافظ لدعمه ولموقفه الانساني ولتجاوبه معانا في كل الاحوال، وان هو كان في مرونه واضحه جدا لحل المشكله. وايضا الشكر للمهندس رافت شمعه رئيس شركه كهرباء مصر الوسطى، وزميلي النائب محمد علي هيوضح باقي المبلغ. 5% باقي المبلغ يبقى على المحافظ هيدفع القسط الثابت اللي هو 20% و5% على الشباب، يبقى دي ال 25% المقدم. تمام. يعني المحافظ هيسدد 20% من المبلغ كامل، مش كده؟ القسط الثابت ده القسط الثابت اللي هو لما تخصمه من ال 5,400,000 عامل مليون كام يا سياده النائب؟ لا ده عامل 1,400,000 سياده، لان الدكتور نبيل عدلها في المذكره 1,400,000. القسط الثابت ده عامل 1,400,000 من ال 5,400,000 تقريبا. طب بالنسبه للتلاعب يا سياده، التلاعب اللي بيتم ان هم كانوا شكوت الشباب ان كان في، يعني حتى حد وضح النقطه دي ان كان ان في كبير 48 واحد بس 48 فدان مزروعين فيه جاي عليه نص مليون، صح كده حاجه؟ اكتر من نص طيب. مليون. يا جماعه انا استاذنكم، احنا اتفقنا برضو احنا الثلاثه ان احنا عشان نحل المشكله لازم نقسمها، ما نسيبهاش كل كيعه كده فما تتحلش. فاحنا قسمناها ان احنا دلوقتي الشباب دي بتدفع على كيلو الكهرباء فوق ال 3 جنيه، واساسا القانون بيقول 85 قرش 90 قرش، فلابد ان احنا نوقف النزيف اللي شغال ده الاول وننتقل الى مرحله جديده قانونيه وبعدين نحل القديم بقى. فاحنا ده اللي احنا وصلنا له واللي المفروض يتنفذ النهارده ويوم الاحد باذن الله، وما نتاخرش فيه اكتر من كده عشان نوقف النزيف ويتنقل الخط للكهرباء ويتعمل لكل بير من حضراتكم عداد على حده، ثم
نناقش بقى المشكله الصغيره القديمه دي نحلها بعدين. طبعا كل تضافرت كل الجهود الساده النواب والساده التنفيذيين على ان احنا كنا في التنسيق زي ما قلت الساده النائب نامر على ان هو كان في شهر واحد معها كان يرد شويه بعد كده شهرين يرد 3 مليون ويه لحد النهارده 5 مليون 400 والاسبوع الجاي هيكون ايه تاني؟ احنا عايزين نوصل لحاجه ان الفلاح او الشاب يتعامل بالتعريفه الزراعيه العاديه ونقدر اننا ننقل الخط من الناحيه الاستثماريه للعداد العادي ويبدا يركب على راس كل بير العداد الخاص او المسؤول عنه واننا حسب التعريفه العاديه للمزارع العادي تمام اللي هي تقريبا 85 قرش او 95 قرش تمام. فالفرق كبير من 95 ل 93 يعني 3 جنيه 3 جنيه اضرامهم في الكيلوهات خاصه طبعا بتعرض الشاب للخساره طبعا. طبعا الارض هتجيب ايه؟ انا معايا 3 فدان انا اللي بعتهم مش هجيب ربع اصلا المبلغ ده. فتوصلنا على ان انا لما اجيب ال 5% على المبلغ اللي موجود ان انا اوصلهم ان كل شاب في 66 شاب لكل عين هيبقى حاجات ايه رتوش خفيفه ان شاء الله. وباذن الله المرحله الجايه نبدا نتكلم في المبالغ الكبيره او اللي جت على ان انا رد على تساؤل الاستاذ احمد زكي في القصه بتاعه التلاعب او قصه العدادات اللي هي ايه سليمه او غير سليمه في ليها مواضيع تانية كان في او ليها حسبه تاني. معاك النائب حمدي ونسمع بقى يا جماعه لو عندكم اي اسئله او استفسارات عشان تبقوا عارفين اللي احنا وصلنا له ايه بعد اللي هيقوله سيادة النائب حمدي. احنا نوضح الصوره في التلاعب بالنسبه لنوع عليها الاستاذ احمد زكي. الردود اللي جت من الوزاره نفت ان ما لهمش علاقه بالعدادات الداخليه اطلاقا. احنا تعاقدنا مع المغذي وعليه عداد في بدايه المغذي ده بيننا وبين الوحده المحليه، يعني الشباب صفتهم مع الوحده المحليه وليس مع الكهرباء. فقال لك احنا ما لناش علاقه بالعدادات الداخليه، العلاقه في العدادات الداخليه دي توزيعه مجلس المدينه. تدخلت فيها اللجنه بوظت او افسدت بالمعنى الاصح لان الناس هتزعل مننا اللي هو كان ماشي عليه مجلس المدينه في الترتيب الاولاني، كان ماشي صح، ما انت بتتوزع صح. لما جه دخل في حته التلاعب الساده التنفيذيين في الهندسه قال لك ان احنا بصفه وديه، صفه وديه لكن الكلام بتاعك اتمشى عليه، وما دام اتمشى عليه مش هنقدر نرجع فيه لان هتنفذ على الواقع. فاحنا قلنا نقطع النزيف ده كله لان احنا اساسنا وهدفنا تظافر الثلاث نواب ان احنا نرفع الخط خالص ويبقى على الكهرباء. المهندس رائد الشمعة اتفضل مشكور ما قصروش معانا حاجه. برضه كان بدعم من المهندس ياسر والمهندس شعبان والمهندس حمدي كل اللي موجودين كانوا داعمين معانا بكل السبل على انه يتنقل. لان هو سبب رفضه في النقل ان هو معلش حمل ومش هيستفاد منه حاجه الكهرباء. تمام. انما مع الضغوط ومع شكر للنائب دامر وشكر للنائب محمد علي وشكر للنبيل الدكتور نبيل حنفي والتنفيذيين اللي كانوا موجودين مع مدير الصندوق مع الشؤون الماليه الاستاذ نصر الشامي كله بصراحه كان كله في صف كل الشباب. ما حدش قصر جهد حتى ان كنا نسينا حد في الشكر فلكن ما فيش حد من القياده اللي كانت موجوده كلها سواء من المجلس او من الكهرباء لما كان دفعها التام في مصلحه الشباب. بالنسبة للقسط الثابت هو 1,400,000 سيادة لا ده الكل على كل المديونين الحد اللي احنا واقفين عليه. فسيادة المحافظ هو ليه 20% مش 20% هو احنا عايزين نكمل الاثنين 25% الشباب يدفعوا 5 لكن هو ليه امل كبير وما نقولش امل نقول ثقة ان هو هيخفض 1,400,000 وال 5% مع اللي هيتخفض هيوصلنا لل 25% حتى نزاد عن ال 25% فهو من حساب مديونياتهم والباقي هتوزع على الست بيار. بس عاوزين بقى التضامن اللي مش زارعين يتضامن مع اللي زارع عشان المشكله دي يبقى ملهاش اي اساس وما يبقى لهاش رواسب وتتحل من جذورها والكل يبقى مرتاح. لو كل ارتاح هيبقى لما يكون زرع 66 في البير هيبقى الحمل على الباقي قليل، يبقى الاستهلاك زائد القسط ما احنا فرضناه ان كان مثلا 1,000 جنيه في السنه في الشهر هيبقى 500
إن كان 3000 هيبقى 1500 لما يتوزع هيكون إيه مرحوم شوية. ده ما توصلنا له. ما ننساش الجهد المبذول من السيد اللواء المحافظ، نشكره من القعدة دي كل الشكر والتقدير ليه على ما أبداه من تلبية لمطالبنا وتلبية الشباب. ده جهد مبذول وشكر يستحق عليه الشكر، وكل الناس اللي موجودين يستحق ان هو يبلغوه كل الشكر والتقدير لما قام عليه من ان هو يحل المشكله جذر من جذور. كان الكهرباء ان شاء الله تشتغل النهارده؟ لا احنا ما نقدرش نقول النهارده ولا تشتغل في قد ايه يعني، في فتره بسيطه احنا هنورد 5% عشان يبقى اثبات اثبات جديه، وبعد كده نسال على باقي التفاصيل. احنا دلوقتي عايزين نسمع الناس اللي عايزه من الشباب اللي هم اخذوا. استاذ احمد زكي بس لو سمحت لي الاول بعد اذنك اليوم يا عماد اللي عايز يتكلم بقى منهم اديهم. طيب انا استاذنكم بس استاذ الناس اللي موجوده. استاذ عماد انا اللي هبدا تمام. عايز بس النهارده احنا بنعمل حاجه على ارض الوادي الجديد. استاذنك بس في المايك عشان الصوت لما اصحى انت محمد. احنا النهارده بنعمل حاجه على ارض الوادي الجديد تقريبا اول مره تحصل في الجمهوريه، ان احنا معانا نائبين نواب ونائب شيوخ موجودين على كافيتيريا عاديه جدا لا هي بتاعه حد مهم ولا حد مشهور في الشارع، ورانا مدرسه من المدارس العاديه ملتقيين بالجمهور وبنتكلم في مشاكل الناس. عايز استغل الفرصه واقول وحضراتكم تعلنوا معايا النهارده في الفيديوهات اللي هتنتشر على السوشيال ميديا نوصل لكم ازاي. انا عن نفسي عارف حضراتكم التلاتة، انا عارف مكاتبكم فين ومعايا ارقامكم اللي موجودة مع الناس كلها، بس النهاردة عايزين نستغل الفرصة ونقول كل واحد في حضراتكم يقول نقدر المواطن العادي اللي ماشي في الشارع اللي بيتفرج على البث النهاردة يوصل له ازاي. استاذنكم هنبدا بعم الحاج حمدي. انا استاذنك قبل الحاج حمدي بس. اتفضل يا فندم. احنا تناقشنا كثيرا في المكان اللي نقعد فيه، نقعد في مكتب سياده النائب حمدي ولا في مكتبي ولا في مكتب سياده النائب محمد علي، لكن قعدتنا النهارده في الشارع هي رساله بالظبط لشعب الدخله ولشعب الوادي الجديد. احنا متواجدين في الشارع وده اللي انا عايز اكد عليه، نتكلم واحنا في الشارع، فدي رساله لكل مواطن ان احنا متواجدين في الشارع، واي مواطن في الشارع يقدر يوصل لنا بسهوله. احنا بنتكلم من الشارع واسيب الكلمه. ودي الرساله اللي انا باكد عليها النهارده، ان احنا معانا ثلاث نواب موجودين في الشارع، اللي عايز يجي بيجي، الناس كلها واقفه وبتحضر وبتسال وليه الحق ان هو يسال في اي حاجه. اتفضل يا عم حاج. كل المواطنين على ارض الدايره سواء في بلاط في الداخله في الفرافره هم اصحاب فضل علينا ولهم حقوق علينا، واحنا مسخرين على ان احنا نلبي الخدمه. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. احنا متواجدين في كل الاماكن. المكتب بتاعي موجود، مكتب سياده النائب موجود، مكتب سياده النائب محمد علي موجود، لكن احنا قلنا ان احنا نتكلم من وسط الناس. بالظبط. تمام. وده طبعا انتم بتبصوا بس مباشر وملاحظينه وشايفينه، مش هنحكي فيه احنا كتير. من ناحيه انك انت توصل لي ازاي، التليفونات موجوده والمكتب موجود. اللي يأثر في التليفونات احنا كثلاث نواب موجودين لنا ظروف الكل بيلومنا عليها، مش لواحد بس ما بيردوش على التليفونات. انا بتحدث معاك دلوقتي في فيديو بس مباشر، ينفع انا التليفون بيضرب في جيبي دلوقتي ان انا اطلعه وارد عليه؟ وده اللي اكد عليه امبارح سياده النائب، تنفع بس مباشر فعلا. حاجه ممكن انا بتحدث معاك ويرن التليفون لو طلعته من جيبي وهكلم اللي هو بيضرب عليه تقول ده مش معطل، ممكن ابقى داخل على مكتب وزير من باب التقدير والاحترام عشان اقضي مصلحتك ومصلحه غيرك ان انا ما اردش، هتبقى صمته واخليه في ايدي. سياده النائب تامر بيقول ست ساعات اجتماع، يعني ساعات اكيد طبعا مش هقطع الاجتماع عشان اكلم حد. في مكتب سياده الرئيس ست ساعات زي ما النائب تامر قال، ما فيش حد فينا رد على التليفون الا التليفونات بتاعت حلقه الوصف اللي ما بين سياده المحافظ وما بين مسؤول المهندس سراقة شمعة للتواصل لمصلحة من أجل الشباب اللي هم 396. فإحنا ما نقدرش نقصر جهد، وكل الناس إحنا مسخرين ليها، إحنا الثلاث نواب مش لشخص واحد واحد. مشكلة الشباب في شهر واحد، أنا في مكتب لجنة الأعلام في مكتب عند سيادة النائب تامر، وكنا على صلة بالدكتور عباس وأستاذ محمد سيد، بنتواصل معه ومع الدكتور نبيل ومع الاستاذ ناصر الشامي، حلقه وصل برضه ان احنا نوصل لحل في المشكله. فاحنا لن نخسر جهد لاي حد موجود، وممكن نقول من المنيره للفرافره او من باريس للفرافره، كلنا في محافظه واحده، ما يعود على المحافظه يعود على كل الناس. اشكرك جدا يا محمد. تحت عمرك. استاذ عماد، في حد عايز
حد من شباب المطار ليه لي شويه استفسارات للساده النواب، هيتفضل المشكور يا يولا. اولا بنشكر سياده المطار وبنشكر سياده النواب على الجهود اللي بذلت في حل مشكله المطار. بس السؤال هنا بالنسبه لل 5% اللي هيدفعها الشباب، هل هي السابق من إجمال المديونية؟ من إجمال المديونية والأسس الثابت من إجمال المديونية، من إجمال المديونية والمحافظ هيشيل 20% من الأسس الثابت. إحنا حسبناها 5% عملت كام على كل ديرة؟ عملت حوالي 270,000. 270,000 على كله تمام. اللي هي تساوي ده مش متوزع بالتساوي، الأسس الثابت مش متوزع بالتساوي على الأبواب بالتساوي؟ لا احنا ما جيناش للتوزيع الداخلي. توزيع الداخلي لكن انت لو هتقسمها هدفنا الاساسي على السته وناخد الخط على 75 وبعد كده ندخل في التفاصيل. احنا طلبنا على السته الاجمالي على السته 270. لو ما اعرفش انتوا بتقسموهم ازاي، لو قسمتهم بالتساوي على الست ابار يبقى كل دير تقريبا 45. تمام احنا 8 تبيات 8 ابار يعني في اول قسم. لو قسمته على 8 اقسم بقى 270. انا ما اعرفش في اول قسم هندفعه دلوقتي اللي هو 5% من المديونيه. 5% من المديونيه انت مالكش دعوه بالاس الثابت ده هيتحمل ناخد ارقام الا لما نوصل لان لما ناخد احنا ال 5% هنشوف هتوصل كام، لان المديونيه تحت ال 5.4. هو الكلام كله بيتقال على حاجه. انا هوصل لك، انا اتفضل الموضوع كالتالي. انا فهمت قصدك ايه، هرد عليك واريح. الحساب كله 5,400,000 تمام خلاص ده على الثمان ابواب لحد كده كويس. في الاتصال التليفوني اللي كان موجود طالب سيد النائب تامر ووجود سيد النائب حمد وسيد نبيل مع موظف شمعه كان عايز يتكلم على 50% من 5,400,000 اللي هم تقريبا حوالي 2,700,000. خلاص وصلنا 25 ان احنا ننزل 25%. طبعا انت عشان تدفع 25% من ال 5,400,000 مش تقدر. ف وعشان تسدد الباقي على سنه صعبه. خلاص وحق ربنا يتقال ان الموظفين بتوع مجلس المدينه بقياده الدكتور نبيل استاذ ناصر الشامي ومحمد عبد المنعم والوكيل بتاعه استاذ الدكتور محمد زين يعني قالوا على ان القسط الثابت اللي كان وعد بيه معالي الوزير المحافظ لما نيجي ندفعه زائد ال 5% اللي هيبقوا ان هم هيزيد عن ال 25 هيزيد عن ال 25 كلها من المديونيه السابقه اللي هي 5,400,000 يعني كلها من اللي عليك تمام. فبالتالي منها ان هي ما اسموش قسط ثابت عنده في الكهرباء لا اسمها مديونيه 25%. فاحنا عشان نجمع الفلوس تمام استغلينا كرم ست الوزير المحافظ في ان هو دفع الفلوس دي او مساهمته لما استكتر الموضوع في الاجتماع بتاع الكونفرنس اللي عملناه في مجلس المدينه مع رؤوس الابار شهر 6 تمام. فهو معالي لفظ والوعد واوفى بيه. استغلنا احنا في الوقت النقاش والمساومه لدرجه ان ست النائب تامر اتكلم هناك وقال له يعني بهزار نعقد صفقه طبعا سياسيه نبقى موجودين نحل المشكله هنا ونبدا نتكلم في ايه في مواضيع ثانيه تخص برضه مركز من المراكز ان هو برضه معاليه بتضافر طبعا الساده النواب على ان هم يقفوا برضه مع مركز ثاني. مش هنفصح عن الجاي ان شاء الله، بل اللي انا عايز اقوله كله خير للبلد لان طبعا مركز من المراكز احنا حرفين يمين الله نكون متواجدين. ورد على كلمة الأستاذ أحمد السنوسي يوصلوا الناس إزاي، ممكن لو ما عرفناش نرد على التليفون ممكن رسالة على الواتس. احنا خلص الاجتماع بصالة عزا واجب بس مباشرة أو أي حاجة هتشوف الرسالة هنرد ونتواصل معاك بالظبط. احنا اللي نجي لكم لحد البيوت. ربنا يبارك فيك ونحت أمركم. جماعة احنا بنشكركم برضه أستاذ محروس، حتى لو ما عرفتش تحسب ال 5% بتاعتك بدقة وعليك 10 جنيه دفعتهم 11 هو كله من اللي عليك. فالمهم ان احنا نوصل بس للحد ده بدل من 50% 25% وبدل من سنتين بقت سنه ويتنقل الخط وبدل ما كنت هتتحملهم كلهم لا المحافظه هيتحمل اغلبهم. فطبعا انا بشكر كل قيادات مجلس المدينه بقياده الدكتور نبيل حنفي وكل قيادات مجلس المدينه وكل قيادات الكهرباء المهندس ياسر والمهندس شعبان والمهندس كل اللي كانوا موجودين بصراحه كتر خيرهم. كله كان بيحاول ان هو
يذلل كل العقبات اللي موجودة. أنا بشكركم وبشكر زمايلي، ولو أي حد عنده سؤال تاني علشان ما نعطلش حضراتكم أكتر من كده، يعني أنا استأذن زمايلي إن أنا أنهي اللقاء. وبعد إذنك بقى أستاذ أحمد، أنا خدت منك. أنا بشكركم يا جماعة، وإن شاء الله ياريت نعجل بإن إحنا نكون جاهزين النهاردة بما تم الاتفاق عليه، ننفذه يوم السبت أو الحد عشان يتم إرسال الخطاب لشركة الكهرباء مرفق به الشيك، ويتم نقل الخط ونرتاح من المشكله للابد. وبعد كده نبقى نفكر بقى في القصه الصغيره اللي احنا اتكلمنا عليها نحلها بعدين، بس نخلص المشكله الكبيره الاول. انا بشكركم، ولو اي حد عنده كلمه انا بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نقول بعدين بقى.